سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة سيدي الدكتور. بارك الله فيك. اليوم نبحر مع أسئلة السادة المشاهدين والمستمعين الأكارم التي وردت إلى برنامج لمسات بيانية، ونبدأ من السعودية. الأخ منصور كان سأل في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هو يتساءل على مدلول جنحه. جنحه ماله إلى السلم، من جنحت السفينة إذا مالت. جنحه أي ماله؟ ماله إلى السلم، إذا إن ماله إلى السلم فمل. جيد. له سؤال أيضا في سورة الأنبياء في قوله تبارك وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن، الآية الكريمة، يقول دلالة مستهم. كان السؤال عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هو له نقاط أخرى في السؤال لكن نبدأ بدلالة مستهم. هو الآية الكريمة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هي المس طبعا دون النفوذ، يقال في اللغة دون النفوذ أي اتصال، يعني يكفي في تحقيقه اتصال، ما أي اتصال هو هذا المس، هذا الماء، هذا هو مس، هكذا مس أي اتصال. نعم، هو هذا لمس، لمس هكذا، يعني مس أخف بعد، أي اتصال أي اتصال، يعني المس خفيف خفيف. جيد. أما بقية الآية يعني نفحة، يتسأل عن دلالة نفحة أيضا. إذن يعني نتكلم في دلالة هذه، ويقول العذاب لم يضف إلى اسم القهر والجبروت بل أضيف إلى كلمة ربك وفيه شفقة ورحمة، هذا بقية سؤاله بالمرة. نعم، هي حقيقة الآية فيها جملة يعني مبالغات في بيان العذاب. نستمع. يعني نعم استمع. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أولا هو قال مستهم. نعم. والمس هو قلنا يكفي في تحققه أي اتصال وليس النفوذ هذا. ثم قال نفح. النفح النفح هو من معنى شيء النزر اليسير، لما تقول نفحه أعطاه يسيرا. أصلا هي النفحة هبوب رائحة الشيء، نفح. هذا هو النفح، هذا النفح، ولا نفحة. نفحه هو المصدر ذاك النفح. نعم، نفح هو الفعل والمصدر، والنفح هو المصدر، والنفح هو المصدر. نعم، يعني لما تقول نفحه أي أعطاه شيئا يسيرا من المال، يسير فيها يعني نذر. قلة نذر. وقلنا هبوب رائحة الشيء، هذا إذن مس يكفي، ونفح قليل، ثم قال نفحة يعني اسم مرة. هذه ثلاث أشياء دل على القلة، المس هو أقل قليل. نعم. صحيح. والنفح هو قليل، وبناء المرة هو قليل. هذه لأن مس هذه الأمور ليقولن راح يضجون يا ويلنا إنا كنا ظالمين فكيف لو أصابهم العذاب. يا لطيف يا لطيف، هذه لا يتصور حالهم، هذه المس. والنفحة الواحدة الخفيفة رائحة العذاب، يعني ليس العذاب وليس كل العذاب، وليس رائحة العذاب، رائحة العذاب. الله أكبر، نفحة واحدة مرة. سلم يا رب. واحدة. يا نفحة اسم مرة. اسم مرة. دلالة على مرة. نعم واحدة. نعم. نفحة اسم مرة. يعني نفحة. رائحة العذاب تمسهم مرة واحدة. مرة واحدة يضجون. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا لطيف يا لطيف. لا يقولون هاي مؤكدة.
باللام باللام ونون التوكيد فكيف بالعذاب. نون التوكيد هذه خفيفة أم ثقيلة؟ ثقيلة ثقيلة ثقيلة. يا لطيف. فكيف يعني هذه مبالغة فظيعة هذه أكيد. لمن يعلم. نعم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا هكذا بالدعاء. الويل بمعنى ماذا دكتور؟ الهلاك. الويل بمعنى الهلاك. نعم. يا ويلنا يعني يا هلاكنا. هلكنا. هلكنا. بنفحة من ريح العذاب خفيفة واحدة. واحدة. نفحة واحدة. تمسهم بس. سلم يا رب. فكيف الآية تصور البعد الآخر للعذاب. فكيف لا يطاق. سلم. فكيف بالعذاب؟ فكيف إذا أصابهم العذاب وليست النفحة أصابهم وليست النفحة. فكيف يكون؟ يعني تصوير هائل لل. طب طالما أنه تصوير هائل لمسألة العذاب يوم القيامة وريح العذاب حينما يمسهم مسا خفيفا مرة واحدة. هكذا الدلالة صحيحة؟ ريح العذاب يمسهم مسا خفيفا مرة واحدة. إذن فالعذاب الشديد لابد أن يضاف إلى القهر والجبروت. هنا قال نفحة من عذاب ربك. هذا من عذاب ربك. كيف لو غضب الله عليهم؟ يا لطيف يا لطيف. هذا يا من لطيف. عذاب ربك. والرب يعاقب والرب يعاقب ويؤدب. يؤدب. هذا من معاقبة التأديب معاقبة الرب. فكيف بعذاب الله الجبار المتكبر المنتقم؟ يا رب سلم يا رب. من عذاب ربك هذا يؤدب يعاقب. يعني كلمة ربك أيضا فيها الرأفة والحنو والحنان والتربية. هذه فكيف إذا أضف للجبروت والقهار أم الجبار كيف سيكون ذلك؟ يا لطيف يا لطيف. سلم يا رب. يا رب سلم. إذن كلها المس والنفح والنفحة والرب يكون هذا. فكيف لو كان أمر آخر؟ نعم المس والنفح والنفحة المرة والنفحة الواحدة والرب والرب كل هذه كل هذا لا يطاق ولا يتحمل. فكيف ذلك لو غضب الله الجبار المنتقم كيف سيفعل بهم؟ يعني والرب يعاقب ويؤدب الرب. صحيح. سلم يا رب. أحسنت بارك الله فيكم. سؤال ورد للبرنامج يقول في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نقف عند قائما بالقسط من حيث المعنى والدلالة والإعراب. قائما بالقسط يعني قائما بالعدل. القسط هو العدل. القسط هو العدل. نعم. مصدر فعل قسط ولا أقسط؟ لا قسط جارة. نعم قسط جارة. وظلم مصدره القسط بفتح القاف. قسط وهو الجور والظلم. طيب القسط هو الجور والظلم. أقسط أزال الجور والظلم همزة السلب. صحيح. أقسط أزال الجور اسمه القسط. منه القسط مصدر القسط ليس اسم. هذا الأول حقيقة المصدر أفعل إفعال إقساط. صحيح. هذا على غير القياس. يعني سماعي اسم مصدر. القسط هو العدل. إذا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الظالمون الظالمون. إن الله يحب المقسطين. المقسطين الذين يعدلون في الأمور. نعم. تفضل. نعم. فإذا قائما بالقسط أي قائما بالعدل. شهد الله وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم. ماذا شهدوا؟ أنه لا إله إلا هو. شهدوا له بالتوحيد والقيام بالقسط. في كونه قائما بالقسط. نعم. قائما حال في يعني في أشهر الأعاريب حال حال لازمة. لا هو في حال غير لازمة؟ طبعا هو الأصل في الحال التحول والانتقال. هم لازم أسمي الحال أنها تتحول. حالة أقبل حالة مقترنة بفعل معين. أقبل ضاحكا أقبل راكبا مبتسما باكيا. الأصل فيها التحول. قد تأتي الحال لازمة ثابتة في مواطن. هو الحال يتعلق بالفعل.
الحال بالفعل او ما يشبه الفعل او يعني في ما يشبه الفعل او فيه معنى الفعل ما الى نعم. ذلك قد تكون الاصل فيها ان تكون منتقله وقد تكون لازمه ثابته. يعني لما قالت ربي اني وضعتها انثى حال لازمه لا راح تتحول راح تصير ذكر لا هو هذا الغرض من الحاله المنتقله المنتقله تتحول جاء راكبا راح ينزل ما راح يبقى راكب رايته مبتسما راح يترك اسمها حال منتقله ديك منتقله طب قائما لما حال لازمه اذا هنالك حال لازمه هم يقولون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أطول حال فما راح تتحول كيف راح يصير يعني مسألة اللزوم والانتقال في الحال هي مخصوصة بالحال نفسه المعنى خلق الإنسان ضعيفا ربنا قال لن يقوى لن خلق قويا ولدته أعمى لن يبصر لا يبصر هذه لازمة لا تتحول نعم زين ربنا قائم بالقسط هل ينفك؟ ابدا هو يقولون هو الحق صادقا، الحق هل يكون كاذبا؟ لا خلاص اذا هذه حال لازمه. ربنا سبحانه وتعالى قائما بالقسط معذرة هو الحق صادقا أيوة. هو الحق مبتدا وخبر صادقا حال صادقا حال طبعا طبعا لن يتغير وهذا صراط ربك مستقيما لن يعوج خلاص مستقيم صحيح هذه حال لازمه طب في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو هذه الشهادة أنه لا إله إلا هو أم قائما بالقسط لا في لا إله إلا هو قائما بالقسط هذا هو الأصل هو شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط في هذه الحال اللازمة يعني التوحيد والقيام بالقسط على اللزوم شهد على أمرين والملائكة وأولو العلم شهدوا على أمرين على أمرين لا إله إلا هو مع القيام بالقسط الله أكبر على وجه الدوام وإن كان قسم يقولون قائما بالقسط قسم يعتبر يجوز إعرابها صفة إلى كلمة إله التي هي الآن مبنية لا إله مبنية اسم لا نافي للجنس فلا لا إله نعم. لا إله قائما بالقسط إلا هو طب تبقى قائما خبر لا 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 تكون قائما راح تكون صفة إلى إله وخبر لنا في الجنس لا محذوف هذا كثير لا إله في الوجود يعني معروف. مقدر أي في الوجود وقائما حال على الإعراب المشهور قائما حال صاحبها صاحب الحال الشاهد الله 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 سبحانه وتعالى صاحب الحال طبعا طيب بارك الله فيك طب هنا في آية أخرى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد معنى هذه الآية يتساءل أيضا هو نضعها في سياقها يتضح المعنى طيب قال تعالى في من سورة سبأ هي نعم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت في الساعة نعم وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد هذا يعني فيها دلالتان أو احتمالان الأولى قال وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد نعم الآن هم الآن في الآخرة لأن ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ما. وقالوا صحيح. آمنا به وأنا حتى قلوا حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني زين وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد كفروا مو كفروا بالله مو فقط هذا كفروا بالله وإنما ذكروا من الصفات من صفات الله أنهم والشرك قالوا قسم قالوا الملائكة بنات الله وقسم لله ابن وقسم ذكروا في صفاته من الأمور مثل من إيش واحد يقذف يريد يرمي شيء لا يعلم أين هو الشيء والمكان بعيد
أنت تريد أن ترمي شيئا، أي شيء، أي شيء ترمي أنت، أي شيء ترمي تحصله. أنا أريد الرمي في حد ذاته، يعني أرمي أي شيء. تريد شيئا ما ترميه، أول شيء لازم تعرف أين هو. صحيح. ولا كيف ترميه؟ والمكان صحيح، وأرميه بماذا وكذا. والمكان يكون أيضا المسافة معقولة حتى توصله. صحيح. زين، أنت تقذف بالغيب، لا تعلم أين هو. زين، والمكان بعيد. منتهى الضلال. يقذف بالغيب من مكان بعيد، لا يعلم أين هو المرمي الذي يريد هذا، والمكان بعيد، فكيف يصل إليه؟ هؤلاء حالهم في الكلام على صفات الله وما هم فيه مثل هذا. طب ماشي، بعد إذن فضلتك نذكر الآية من أولها مرة ثانية حتى أكون معك في وادي التقارب. وقد كفروا به من قبل. بالله سبحانه وتعالى. بالله، نعم. نعم. وقد كفروا به ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هذا يعني يرتد إلى من قبل أيضا. هم يعني هؤلاء قد كفروا به من قبل، ومن قبل يقذفون، كل من قبل. وهم نعم، كل هكذا في الدنيا. في الدنيا. هم هكذا في الدنيا. كانوا بمعنى يقذفون بالغيب، أي يتقولون على الله سبحانه وتعالى. يرجمونه، يرجمون الكلام بعيد ظنا. هكذا كما يشاءون. أم عندكم بهذا جزافا إن يقولون إلا كذبا، ها إلا الله كذبا، الظن وما تهوى الأنفس، لا إله إلا الله، وهكذا قالوا. صحيح. وهكذا نعم. فهذا هم حالهم، أولا كفروا، ثم ذكروا من صفات هذا حالهم، يقذفون بالغيب من مكان بعيد، فيذكرون من الصفات في الله. جميل جميل، أحسنت، بارك الله. جميل هذا التشبيه فعلا، يعني ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. بعيد. الله، أتذوقه بشكل غير عادي حقيقة. يعني تصوير عجيب هؤلاء. يعني لا يعلمون بما يرمون ومن أي المكان، ولا يرون ما يرمون أصلا. ولا أين هو، ولا في أي وجه هو. لا يعلمون هو في أي وجه. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين، ومن مكان بعيد. ايضا ليس بمكان قريب حتى يرى والذي مثلا يتهجمون عليها او يقولون فيه كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو القذف في اللغه الرمي. الرمي، حتى ان الذين يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات، الرمي ظنا بالغيب، ظنا القذف رمي على بينه، ولا ليس فيها دلاله. لا ليس فيها، ليس فيها دلاله. هنا سؤال الأخ خضر الكريم كمال حفاوي، له سؤال في الفرق بين قوله تبارك وتعالى إن الله يفعل ما يشاء وإن الله يفعل ما يريد، وكلتهما في سورة واحدة في سورة الحج كما يقول. هم يقول لك الإرادة لا تقتضي وجود الشيء. والله أنا يعني أنا أحيي الأخ كمان على هذا السؤال، لأن أساسا قرأت حتى في معجمات اللغة ما فهمت الفرق بين الإرادة والمشيئة، كل تقريبا كلام متداخل. الإرادة لا تقتضي وجود الشيء. بمعنى دكتور فاضل؟ لحظة، يعني أعطيك مثل. تفضل. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من عباده؟ أن يعبدوه. صحيح. ما هكذا يريد؟ صحيح طبعا. وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلوا ذلك؟ لا. إذن هو أراد شيئا. أكو إرادة إلزام، هو إذا أراد ذلك الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا إرادة إلزام، كن فيكون. هذه إرادة العبادة وإرادة الناس. ربنا يريد من الناس، من العباد، من المكلفين أشياء هم لا يفعلونها. مو هكذا؟ صحيح. يستحبها لهم. صحيح. يريدها منهم. صحيح. هم يعصونه. صحيح. هو يريد المعصية؟ لا. المعصية وقعت. إذا خلاف ما أراد الله، لأنه ليست إرادة إلزام. إذا هنالك إرادتان لله سبحانه وتعالى. طبعاً. إرادة إلزام وإرادة أخرى، هو يعني يأمرهم بشيء ويجعلهم هم. هو مناط التكليف بقى. هم في مناط التكليف. مناط التكليف. هذه إرادة. هو يريد منهم شيء لكن لا يفعله. بمعنى يرغب في مثلا. يحب لهم، يحب لهم ذلك. يعني نقول مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويحب أن يصنعوا هذا. نعم يحب. طيب. هذه ليست يعني
ما فيها إلزام في الوقوع. صحيح صحيح. المشيئة المشيئة لا ملزمة، ما شاء الله كان، قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هم إن الله يفعل ما يريد، لا هاي مشيئة، تلك إرادة، يفعل ما يريد إذا أراد، إذا أراد إلزام الإرادة، إذا النوعين عندهم من الإرادة إلزام نوعين. طيب النوع الأول الإرادة الإلزام التي ربنا يريد أن يفعلها فعلا هو، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم يفعل يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هكذا هو أراد هذا ونفذ ونفذ ونفذ. لكن أحيانا يريد من عباده والعباد يعصون. صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن لم يلزمهم بذلك، لو أراد أن يلزمهم لألزمهم. لألزمهم. طبعا هي إرادة الإلزام ترتقي إلى درجة المشيئة. المشيئة خلاص إذا شاء حصل، ليس فيها وجهان، ليس فيها جانبان المشيئة. طب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلاص هذه إرادة ملزمة. إرادة ملزمة ترتقي لدرجة المشيئة. 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 جيد. المشيئة لا تتخلف. أبدا. لا تتخلف المشيئة. وليست لها أنواع وكما في الإرادة يعني. كونهم قالوا يعني هذا قالوا ما شاء الله كان. وما لم يشأ. وما لم يشأ لم يكن. صحيح. هم يعني هم قسم قالوا هي الإرادة كالمشيئة، يعني خلاف فيها. قسم قالوا لا، الإرادة ليست كالمشيئة. المشيئة ملزمة، الإرادة نوعان. الإرادة المشيئة لازمة، إذا ربنا أراد شيء المشيئة ربنا يعني يريد شيء من عباده. في القرآن حتى ولو شاء ربك كثير، ولو شاء ربك ولو شاء ربك يفعل، لو شاء يفعل. ما قال ولو 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 يريد ربك ولو لو يريد. لو يريد إرادة إلزام لفعل. لفعل أيضا. تدخل في المشيئة. بارك الله فيك. طب في القرآن الكريم لأخونا الفضيل كمال حفاوي أيضا، خشعا أبصارهم وخاشعة أبصارهم وأبصارها خاشعة، الفرق بين هذه الثلاثة؟ خشع وخاشعة هو كان نعم. السؤال نعم. طبعا خشع هذا الجمع على وزن فعل. معذرة قبل الجمع، معنا خشعة بمعنى الخشوع، هو ماذا الأول؟ الخشوع هو الانكسار والذلة. نعم. ويكون في للإنسان عموما وللقلوب وللوجوه وللأبصار. أبصارها يظهر يعني. أبصارها خاشعة ربنا قال. يعني نرى. أبصار خاشعة دليلة منكسرة. نعم. وجوه يومئذ خاشعة. يظهر فيها. يظهر عليه. الخشوع والذلة والانكسار. هذا الخشوع. جيد. وقد أفلح في القلب الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع عام في القلب وفي الجوارح. يعني ممكن أن نستدل على خشوع المرء من ظاهره. قد يكون. نعم. قد يظهر يعني. نعم. نعم. طب خشع. هسه الآن خشع جمع. مفردها. خاشع. خشع. مثل سجد ساجد. خاشع. هذا الجمع خشع. طبعا ذيك خاشعة، هو قال خاشع. قال خاشعة أبصارهم، وقال أبصارهم خاشعة أيضا. أيضا يعني خاشعة في الآيتين اللي هو ذكرهم، خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هاي خشعة أبصارهم. خشع جمع على وزن فعل. جيد. هذا الجمع يفيد التكثير والمبالغة، مثل قولنا، يعني نظير قولنا في المفرد أن من صيغ المبالغة فعل، مثل قلب. قلب؟ اي طبعا. وخلب، برق خلب. ماذا قلب؟ كثير التقلب وسريع التقلب. نقول هذا شخص قلب. نعم 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 نعم. فعل. وبرق خلب. خلب يعني؟ يعني ليس فيه مطر، فقط فرق شديد هذا، لكن من دون مطر. خلب. برق خلب طبعا، ورجل قلب، ورجل حول. حول طبعا هذا من صيغ المبالغه، كثير التحول ما يثبت على شيء. حول من صيغ. نعم. من صيغ المبالغه. نعم هذه من صيغ المبالغه. هي نعرف فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل. فعل اكثر من فعل.
مثل همزة لمزة صوت مبالغة طبعا، ضحكة فاعلة فعالة كثيرة هي فعيلة. فخشع صيغة مبالغة يعني في المفرد من صيغ المبالغة، هذه جمع خشعا أبصارهم، إذا فيها مبالغة في الخشوع. نعم. الآن ننظر الفرق، لماذا إذا الآن المعنى اتضح، الفرق بين خاشعة وخشع. وخاشعة ليست من صيغ المبالغة ولا شيء طبعا، ذيك إذا فيها مبالغة وتكثير. خشع اسم فاعل، اسم فاعل، اسم فاعل نعم. خشع هي جمع هذه لكن تفيد التكثير، ومفرده في الأصل يعني وزن فعال يفيد المبالغة والتكثير. نعم. مثل قلب وحول وما إلى ذلك وخلب. هذا الفرق في 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 الدلالة. يبقى سبب الاختيار صحيح، لماذا هنا قال خشعا وهنا خاشعا؟ خاشعا لأن أبصارهم واحدة جمع. هذا السؤال. نقرأ الآية، تفضل. القمر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سلم يا رب. لا ليس هناك فيها شيء من البقية، ما فيها. أولا قال فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ونكر معنى شديد النكارة غير مألوف ولا معروف، صيغة فعل. نعم. من صيغ المبالغة الدالة على شدة النكارة من غير المألوفة وغير المعروفة. هذا واحد، هذا مبالغة. ثم تقديم الحال، خش عن أبصارهم يخرجون، ذاك الحال مؤخرة، كلها مؤخرة. قال يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فخاشعة أبصارهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا إلى خاشعة، إنك الحال متأخرة، هذه الحال متقدمة لشدة الأمر. قال خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، هذه هي الحال، خش عن أبصارهم، خش عن حال دل على الكثرة وشيء نكر ومتقدمة. الله أكبر. زين. كأنهم جراد منتشر متموج بالكثرة، مهطعين إلى الداع. مهطعين معناها إيش؟ مهطعين مسرعين، مادي أعناقهم خائفين. مهطعين، هاي مهطعين مسرعين مادي أعناقهم. داع 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 دا دا يصيح الداعي وده يقول الداعي، يظهر في 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 يوم يدعو الداعي. داعي نعم. ما خائفين، لم يذكر في البقية مثل هذه الأشياء. هذه الآية الأخرى ما ذكر هذه الأشياء. زين. يقول الكافرون هذا يوم عسر، كلها هذه تدل على شدة الموقف والهول وشدة النكارة، فقال خش عن أبصارهم، فجاء بالصيغة التي تدل على الكثرة والمبالغة وقدمها. لم يرد يعني أقصى ما قال في ذيك، قال كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نعم. هذا هم يشاهدوها، هذا قال فيها نصب إلى يوفضون، يسرعون إلى أصنامهم، حالة مألوفة. لكن لما قال إلى شيء نكر، هذا غير مألوف، يعني شديد النكارة، هذا مألوف، هذا غير مألوف. وبعدين مهطعين إلى الداع وكأنهم جراد منتشر وهذا يوم عسر. أي الأنسب يعني لمن يعرف اللغة أن يضع خشعا وخاشعا؟ والله مكانها هكذا، لا يمكن يعني صحيح. يعني هذه موازين، يعني مثل المعادلة الرياضية. صحيح. بس هنا قدم يعني خشعا وخاشعة على الأبصار، وفي الآية الثالثة يعني مثلا أبصارها خاشعة كما ورد في النازعات. هذا التقديم والتأخير مع الخشوع بالأبصار، ذاك إخبار، ذاك مبتدأ وخبر. نعم، مبتدأ وخبر. نعم، بارك الله فيك. سؤال آخر يقول من الأخت منى من مصر. نعم. يقول في قوله تبارك وتعالى
لا جناح عليكم وليس عليكم جناح. الفرق واللمسة البيانية في كل. طبعا لا جناح عليكم جملة اسمية لا نفي للجنس طبعا، وجناح اسمها نعم، واسمها وخبرها جار ومجرور اللي هو عليكم. عليكم. طيب ليس عليكم جناح جملة فعلية، ليس فعل ماضي ناقص. قبل الأخوات كان طبعا. نعم كان وأصبح وأمسى وصار وليس. إذن لا جناح عليكم جملة اسمية، ليس صحيح. عليكم جناح جملة فعلية. وقاعدة عامة الاسمية أقوى من الفعلية، هذه قاعدة أثبت طبعا، لا دالة على الثبوت. الجملة الاسم دالة على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. والوصف بالاسم أقوى من الوصف وأدوم من الوصف بالفعل. إذا هذه لها أماكن وتلك لها أماكن أخرى. إذا لا جناح عليكم أقوى، إضافة إلى أن لا جناح لا فيها توكيد لا مؤكدة، لأن هي كأنما جواب لهلمن. لا رجل فيها توكيد وفيها يعني من معانيها التوكيد أيضا. أيضا نعم. بالإضافة لأنها لا نفيها للجنس فيها توكيد. توكيد وجملة اسمية يعني. فإذا هي راح تكون إيش؟ أقوى. مو هكذا؟ هي أقوى في النفي من ليس؟ طبعا طبعا أقوى. ما ليس فيها نفي أيضا. في النفي درجات. الله أكبر. طبعا. طبعا. النفي درجات. بتقول اللغة العربية سهلة؟ كيف سهلة؟ لا. اللغة أيضا صعبة على فكرة في دراستها يعني. لا هي سهلة، لكن المتخصص لما يريد فيها سعة. اللغة العربية واسعة. يعني تعبر عن أمور كثيرة لا يمكن اللغات الأخرى أن تعبر عنها. أبدا. لا كيف تعبر؟ يعني كيف تعبر أنت في اللغة الإنجليزية بين لا يذهب ولن يذهب ولما يذهب وليس يذهب؟ كيف؟ ما لا رجل حاضر، ما رجل حاضرا، ما من رجل حاضر، لا رجل حاضرا، كيف؟ ليس رجل حاضرا، كيف تعبر عنها؟ وكل واحدة لها دلالة. الله أكبر. طبعا أدوات النفي في حد ذاتها لها دلالتها. ما لهم به من علم، ربنا قال هكذا. صحيح. وقال ليس لهم به علم، مو هكذا قال؟ ما هي أيضا لها سؤال، الفرق بين ما ولا في النفي أيضا. يعني ما قال قل لست عليكم بوكيل نفى بليس. صحيح. ما قال وما أنا عليكم بوكيل نفى بما، مو هكذا؟ صحيح. طيب مو هذا الفرق يختلف؟ الله أكبر. لماذا نفى إذن؟ ليس مجرد النفي في حد ذاته. لا 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 لا، للنفي درجات ودلالات خاصة بها، خط بياني أصلا في التعبير. إذا نجيب على السائل الذي يقول لماذا القرآن باللغة العربية لهذه الأمور. طبعا لا لا، لأن اللغات الأخرى لا تستوعب القرآن بهذا المعنى. لا يمكن. لا يمكن. جيد. يعني محمد حاضر، لا محمد حاضر، إن محمدا حاضر، إن محمدا لحاضر، إن محمد لحاضر، كيف تعبر عنها في كل وحدة لها دلالة، كيف تعبر عنها؟ مع أن كل الجمل تدل على حضور محمد. لكن هذا خط بياني في التعبير والتوكيد. كيف تخبرها؟ الله أكبر. بارك الله فيك. هذا شيء عجيب، وفي القرآن. صحيح. إن هذا شيء عجيب. إن هذا شيء عجاب. كيف تعبر عنه؟ عجيب وعجاب. طبعا. واللام بدون اللام، هذا شيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجاب، كيف تعبر عنه؟ صح. مساحة تعبيرية واسعة هائلة، يتبعها مساحة من المعاني هائلة، وهي موجودة موجودة. وفي بعض الحالات يترتب عليها أحكام. طبعا. وهي موجودة في واقع الحياة، زين كيف تعبر عنها باللغة الأخرى؟ صعب حقيقة، صعب بهذا الذي نراه، صعب. لابد أن يكون بالعربية يعني. بارك الله فيك. إذا لا جناح عليكم وليس عليكم جناح، هذه اسمية وتلك فعلية. الآن نضرب يعني أمثلة، نضرب أمثلة حتى ننظر كيف يقول ليس عليكم جناح وكيف يقول لا جناح عليكم. حاضر تفضل. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا، هذا أمر في العبادة. نعم. أمر عبادة، فلا جناح. لا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، هذا تنظيم الأسرة، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، تنظيم أسرة هذا.
والذين يتوفون أحكام والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. أيضا ما يتعلق بتنظيم الأسرة مو هكذا؟ نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أيضا تنظيم الأسرة. الآن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طعم أكل هل هذا يتعلق مثل العبادة؟ لا، فيما طعموا. لكن نفي في صحيح أقل مو؟ صحيح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، هذا في الطعام ليس في العبادة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا مثل العبادة لو مثل الأحكام؟ لا 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 صحيح. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. صحيح، ليست في العبادة أيضا. سبحان الله. إذن هو يختار لكل مقام مقال. قطعا. حتى لو كانت الدلالة واحدة هي النفي لابد أن يميز ويغير بين الأدوات الموجودة. طبعا. العربي كان يفهم قطعا. شو كيف لا يفهم؟ سبحان الله. كيف لا يفهم؟ طبعا، ويفهم أكثر مما نفهم، ويعلم أكثر مما نعلم في لغته، ويعلم أن لا نافية أقوى من ليس، ولها درجات وكل هذه الأمور. لغته هو، وكانوا يتكلمون بها. وكانوا يتكلمون بها. طب لما لم يأتوا بمثل هذا القرآن يا دكتور فاضل؟ كانوا يتكلمون لكن لا يضعوها في مكانه، يعني يأتي في جملة، أما أن يرتب كلام هكذا لا لا لا، يعني بهذا لا المستوى، لا يستطيع ذلك، لا بهذا المستوى كلام لا لا يمكن. ولذلك هم قالوا يعني ما أي كلام من القرآن بمقدار أقصر سورة هو معجز. أقصر سورة الكوثر. نعم صحيح. يعني لو أي كلام تأخذ من القرآن بمقدار الكوثر، من أي آية تأخذها كانت طويلة هو معجز. يعني هو كيف يجمع كل هذه الأمور، هذا الحشد الفني الهائل، الحشد البياني في هذا. صحيح. يعني صحيح. يعني السؤال، يعني إذا كانوا يفهمون هذه اللغة ويستخدمونها ويتحدثون بها ويفهمون أي القرآن الكريم، فلما لم يتكلمون؟ لا يستطيعون. لا يستطيعون طبعا. سبحان الله، بهذا الجمال وهذا البيان وهذه العظمة. أنا ذكرت مرة يعني أمر أظن هنا قبل، ليست مدة بعيدة يمكن. نعم. قبل كم، أذكر أستاذ يمكن لا يزال موجود في جامعة في بغداد، يقول للطلبة، يقول لهم ليه لماذا الكلام، لماذا القرآن معجز؟ هو العرب هو مفرداتهم مو هكذا، وكلامهم يفهموا لماذا معجز. صحيح. هذا ما أبغيه يعني. أستاذ آخر وياه قد يسمعني هو الآن. نعم جاد ما شاء الله. محتمل يعني. نقرئه السلام والتحية وكل الأساتذة في بغداد والدول العربية إن شاء الله. نعم. وهذا الأستاذ يدرس أدب، هو اللي قال هذا. أدب عربي. أدب عربي. والذي رد ماذا يدرس؟ لغة. طيب. قال هو هذا مدرس الأدب، ألا يفهم كلام المتنبي؟ ألا يشرحه؟ يفهم. ألا يعرف مفرداته؟ أكيد يعني. ألا يشرح للطلاب؟ لماذا لم يفعل مثله؟ الله. هو ناقد فقط. ليس بشاعر. أحسنت. أحسنت. صحيح صحيح. إذا كان يفهم المتنبي وينقد المتنبي فلما لا يقول مثل ما يقول؟ صح. بارك الله فيك أختنا الفضيلة منى من مصر، لها سؤال أيضا في يعني في قول تبارك وتعالى ما يستوي الأعمى، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، وما يستوي الأعمى والبصير. الاستخدامات ما ولا في القرآن الكريم النافية؟ ما التي تدخل على المضارع هي نفي الحال. في الحال ما تنفي الحال، الا اذا دخلت على المضارع فهي لنفي الحال. نعم. لا هم يقولون للاستقبال، النحات قسم من النحات تقول قد تكون للحال وللاستقبال. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مستقبل. صحيح. هذا الان ننظر كيف ربنا يقول ما تستوي ويقول لا تستوي. وما يستوي الأعمى والبصير، هذا مشاهد في الدنيا ولا غير مشاهد؟ مشاهد. مشاهد. صحيح. في الحال نرى.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. مشاهد. مو هكذا؟ موجود. صحيح. وما يستوي الأحياء والأموات ولا الأموات. مشاهد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، هذا عدم الاستواء هنا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. للمستقبل. قال لا يستوي. يبقى غير مشاهد. قال هذا ما يستوي. لكن في الآخرة. قال لا يستوي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذا عدم الاستواء أين؟ صحيح في الآخرة. في الآخرة عدم الاستواء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. في الآخرة. ليس مشاهدا. صحيح صحيح. اللي هو في الحال نشاهده ونتعامل معه فيه بما. ما يستوي الأعمى والبصير. كلنا نشاهد. هكذا. ما يستوي البحران. يبقى لا تدل على النافية لكن غير المشاهد الاستقبال. الاستقبال هم يعني أكثر النحاة تقول هي للاستقبال. الاستقبال لكن قسم منهم بن مالك يقول قد تكون للحال والأكثر الاستقبال بدليل قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد، هو استدل بهذه سيدنا سليمان. أي قال ما لي لا أرى، هذا حال وليس استقبال، فقال هي تأتي قد تأتي للحال أيضا، أما هي للاستقبال متفقين عليه. والزمخشري لكن اعتناء الحل ضعيف ليس ليس بالكثرة، هو الأصل أن تكون للاستقبال. الاستقبال. ولذلك هو يقول الزمخشري في هذا يقول لن ولا أختان في نفي المستقبل إلا أن في لن تأكيدا. معذرة مرة ثانية. لا ولن أختان في نفي المستقبل. تمام. إلا أن في لن تأكيدا. جميل جميل. جميل بارك الله فيك. فاصل ونواصل معكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء للتواصل مع الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي ولمسات بيانية عبر الإيميل الخاص بالبرنامج الموضح الآن على الشاشة أخونا عبد المجيد عبد الله. وأما عن الأسئلة والاستفسارات فنرحب بها بعد هذا الفاصل، فأهلا ومرحبا بكم. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا بارك الله فيك. اي ريثما تاتي الاسئله حتى لا اجور على وقت المشاهدين والمستمعين الكرام، اسال سؤال اخر حتى ياتينا سؤال من المشاهدين الكرام. سؤال لغوي ارسل الي اخونا خالد العيد من الرياض يقول نقول للرجل داعي اسلامي ام داعيه اسلامي؟ يعني ليس بينهما تعارض، لكن الداعيه فيها مبالغه. الداعيه فيها طبعا مبالغه مبالغه، يعني اذا كان مكثرا من الدعوه يقال له داعية، لأن داعية من أوزان فاعلة من أوزان المبالغة. يعني داعي إسلامي أيضا صواب. داعي هو الأصل اسم فاعل. داعي يعني داعي على الأكثر. يتبعون الداعية لا عوج له، فإذا أردنا المبالغة نقول داعية يتحول إلى اسم، كما نقول داعية. داعية أم مثنى أم مؤنث هذا؟ لا هو والمرأة داعية. وهي التاء تابها للمبالغة، ليست هي التاء تاء التأنيث، هي ليست فقط للتأنيث. ويل لكل همزة لمزة. صح التاء. جميل صحيح. لدلالة التكثير. التكثير طبعا. ففاعلة وفعالة علامة من أوزان المبالغة، رجل علامة وفهامة وجوابة من أوزان مبالغة، علام وعلامة. صحيح. داهية وباقعة وأيضا من أوزان مبالغة. نعم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. أخونا عمار من العراق، السلام عليكم. ألو أخ عمار من العراق. عمار إلى ساحل العاج. أخ عبد القادر السلام عليكم. مرحبا سيدي تفضل. كيف حالكم؟
الحمد لله. أخ عبد القادر، كم نسبة المسلمين في ساحل العاج؟ نعم من ساحل العاج. دكتور السلام عليكم. يا دكتور السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيك. بس أهاتفكم لأشكر الدكتور على الحلقة وتلفزيون شارقة. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وفيكم. وهل ممكن أن أتكلم مع الدكتور خارج الحلقة؟ اطلبنا على هذا الرقم بعد الحلقة، يتواصل معك الدكتور إن شاء الله. جيد؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. إلى ألمانيا أخ أنس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخي محمد؟ مرحبا، الله يرضى عليك. الله يبارك فيك، وأحب أسلم على الدكتور الفاضل الفاضل سام الرائي. هذا بصراحة يعني أنا أحب أقول له وأشكره، يعني شكرا جزيلا الشكر على هذا الكلام. يعني بصراحة يعني لأول مرة أنا يعني أعرف أنه القرآن معجزة من وراء الدكتور فاضل. يعني والله العظيم لم نكن نعرف أنه القرآن معجزة، وكنا يعني نقول لماذا القرآن معجزة بهذه الكلمات، حتى رأينا هذا 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 الفاضل هذا العظيم، عرفنا أن هذا القرآن معجزة. يعني من خلال هذا التفسير وهذا الكلام، سبحان الله، الله يرضى عنه وعنكم إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك. وسؤالي للدكتور الفاضل، ممكن أسلم عليه؟ مرحبا دكتور فاضل. مرحبا بك يا أخي، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك يا دكتور يا عظيم، أنت جبل من جبال العراق. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك دكتور. سؤالي الله يبارك فيك، أنه في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يعني لماذا يعني موجودة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ يعني رب العالمين ادخل اللام النافيه اللي تدخل على اللي تنفي الماضي. صح. ولم يضع لن، يعني لو مثلا كانت الجمله لم ولن يلد ولم ولم يولد، يعني من وجهه نظري اللي هي اكيد خاطئه، انه يكون افضل يعني انه ينفي الماضي وينفي المستقبل. لم ولم لن يكن له كفوا احد، او لم ولن يلد، لماذا الله سبحانه وتعالى يعني وضع لم فقط ولم يستخدم لم ينفي المستقبل؟ الله يبارك فيك، هذا سؤالي. وجزيل الشكر دكتور فاضل، والله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا علم من اعلام اللغه وعلم من اعلام العراق. الله يبارك فيك ويحفظك. نافع الله بك ان شاء الله. شكرا اخونا الفضيل انس من المانيا. معنا الأخ سيدي محمد ساحل العاج، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. كيف الحال سيدي محمد؟ الحمد لله. سيدي محمد مدني، فاتني اتصلت قبل ثلاثة أو أربع حلقات ولم أسمع الإجابة على سؤال قد وجهته لحضرة أستاذنا الفضيل. نعم. ربما فاتني الاستماع إلى حلقة أو حلقتين ربما. نعم، ما هو؟ نعم، اليوم أسأل سؤال جديد. طيب. نعم، نزلت عبارة عليم حكيم في معظم الأماكن من القرآن العظيم. نعم. باستثناء ثلاثة أو أربع حالات على ما أذكر، جاءت حكيم قبل عليم. طيب. في سورة هود كلها حكيم قبل عليم، وفي سورة يوسف كلها عليم قبل حكيم. جيد ما شاء الله. عندي نعم ثلاث مرات في سورة الأنعام. يعني نعم موجود حكيم قبل عليم. ممكن. وردت الآية 84، الآية 129، الآية 140 في سورة الأنعام. نعم. وفي سورة الفجر الآية 25 جاءت كذلك حكيم قبل عليم. حاضر. نعم نريد نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا كيف تريد هناك عليم قبل حكيم وتأتي حكيم قبل عليم في أهل. حاضر سابع. حاضر سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك. حاضر سيدي إن شاء الله. أخونا غازي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي الفضيل. أحييكم وأحيي الوالد القدير الأستاذ فاضل السمرائي. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك ويطول عمرك ويرزقك الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. آمين. دكتور فاضل، كلمة ضربة
تكررت في القرآن كثير. كلمة ماذا؟ ضرب. 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 نعم ضرب. نعم. ضرب تكررت في القرآن كثير بمعاني مختلفة. بمعاني مختلفة. أنا يعني بس ودي أعرف يعني كلمة ضربة كم معنى لها في اللغة العربية؟ ولو يكون في أمثلة يعني عن معانيها. على السؤال الأول. الثاني. السؤال الثاني كلنا نعرف أن الدكتور فاضل السمرائي شاعر كبير. ما شاء الله. كشفت سرا. لا لا أنا لا أعرف الشيء هذا من سنوات. أنا أعرف ما شاء الله جاي. نعم. بارك الله فيك. من قصائد اسمها محمد نبي. أنا سميتها محمد نبي للآخر بيت اسمه نبي. نبي. صح. نعم. ذكر أنه قد قالها. صح. ولا وحتى كتبها في مكة بعد. نعم ممتاز. ويا ليت يعني لو تخصصون وقت أو حلقة أو شيء نسمع قصائد الدكتور فاضل السمرائي. والله الدكتور فاضل يعني إحنا ما أتكلم عنه يكون مقتضبا جدا في كلامه. أنا أضم صوتي إلى صوتك أخونا الفضيل غازي يعني. وانتزع منه وعدا الآن بأن يقول لنا هذا الشعر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك، ربنا يكرمك. اتصال هاتفي آخر. إلى الأردن أخونا هاشم، السلام عليكم. أخونا هاشم. السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. كيفك يا أخ محمد؟ الحمد لله نعم الحال سيدي. كيفك يا أخ يا دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. ما أدري دكتور سبق أن تكلمت بين الوفاة والموت. نعم الوفاة والموت. نعم صح. أنا هل لحظة الوفاة تعتبر اللحظة التي لا تقبل فيها الدعوة؟ لا تقبل فيها التوبة. آسف. لحظة الوفاة. لا قال حتى إذا بلغت الحلقوم. نعم. أي معناها أنه في اللحظة الغرغرة. صح. في الحديث هذا لا تقبل. نعم. لأنك قلت وأسهرت جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. طيب. فما رأي جنابك؟ برأي حضرتك. هو يعني طبعا هو السؤال فقهي لكن احنا عندنا في الحديث أول شيء الوفاة هو قطع الحركة الاختيارية. نعم. معناها أنه ليس عالما بما يفعل إذا كان لأن بالنوم. قطع الحركة الاختيارية إما أن يكون نائما حتى قال الوفاة هي النوم. نعم. فيعني بهالحالة إذا كان لم يكن عالما ماذا يفعل أو مختارا فالتوبة يعني لا تقع. نعم بارك الله فيك. وعند عند نزع أيضا في الحديث هذا لا تقبل. لا تقبل. عند نعم. نعم. عند الغرض. طب يعني معنا دقيقتين ونود أن نستمع إلى الشعر الذي طلب أخونا. لا لا لا, لا 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 أحفظ شعره. ما أحفظ الآن. تعدنا بالحلقة القادمة نستمع إلى الشعر إن شاء الله. ربنا ييسر. بإذن الله تبارك وتعالى. معنا اتصال هاتفي أخونا عبد الله من سلطنة عمان. السلام عليكم. أخو عبد الله السلام عليكم. ألو. عبد الله من سلطنة عمان. يلا حاول الاتصال بنا مرة ثانية وهنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا معنا الدكتور فاضل، نلتقيك في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك. حفظك الله ورعاك سيدي، بارك الله فيك وأحسن الله إليكم وأعلى من شأنك وقدرك وذكرك إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الفضيل معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى ضمننا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.